استمرارا للأنشطة الثقافية والتربوية والاجتماعية التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وعيادات الإدماج ممثلة في السجل المحلي أصيلة، واستمرارا ديما للنفس الاجتماعي تقرر اليوم تنظيم إفطار جماعي للسجناء الأحداث. تخلته مباراة مع فريق الشباب الأصيلي وفريق اتحاد طنجة، وحنا الحمد لله مستمرين لهذا الإيقاع. هذا كان عندنا السيمانه اللي فايته افطار جامع النساء، دابا افطار جامع الاحداث تحت شعار الطفل اسمه الان. وبمناسبه شهر رمضان المبارك اليوم تنظم مؤسسه محمد السادس لاعاده ادماج السجناء بالجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه مقابلتين في كره القدم. هذه تجمع ما بين فريق شباب بين فريق النزلاء الاحداث وفريق شباب ديال اتحاد طنجه وفريق ديال الشباب الاصيلي. كما سيتم تنظيم واحد الافطار جماعي لفائده هذه الفئه بفضل التعاون مع جماعه اصيله. كما سيتم توزيع على هذه الفئه كذلك واحد المجموعه من المساعدات والهدايا، يعني وتاتي هذه المبادره في اطار الاهتمام والرعايه اللي كتوليها من مؤسسه محمد السادس لاعاده ادماج السجناء لهذه الفئه باعتبارها من الفئات الهشه اللي تحتاج واحد العنايه خاصه من اجل دعمها والرفع من المعنويات ديالها باش نساعدوها ان شاء الله باش يعني تنخرط بسلاسه في النسيجيه الاقتصاديه الإفراجنا. طبعا التواجد ديالنا اليوم جاء في سياق افطار جماعي على شرف الاحداث داخل السجل المحلي باصيله. النشاط اللي منظم طبعا مؤسسه محمد السادس باشراف او كذلك بشراكه مع جماعه اصيله وباشراف طبعا مديريه السجون المديريه العامه للسجون. كان عندنا الشرف ان نتواجدوا الان مع وليداتنا وداخل السجن المحلي اللي هما ابناء الوطن وابناء المغرب، وفي هذا السياق ديال رمضان الكريم كان عندنا الشرف اننا نزورهم نحتفيو معهم كذلك برمضان، نديروا افطار جماعي، مارسنا انشطه رياضيه، شفناهم كذلك الوليدات يدخلوا شويه الفرحه، في نفس الوقت يشوفوا ان شاء الله في المستقبل بعين فيها امل. كاملين بنا معرضين للخطا في حال هاد الوليدات، وهذا هو الهدف من الزياره العامه. حاولنا نربطوا معهم اتصال وكنقول لهم احنا كننتظروكم خارج اسوار السجون ان شاء الله، والادماج ديالكم ان شاء الله مضمون ان شاء الله. طبعا التخطيط كيكون طبعا ديال المديريه السجون هي اللي كتمد دائما اليد ديال الشركاء الخارجيين، منهم الجماعه، منهم مؤسسات التربويه، منهم كذلك جمعيات المجتمع المدني. كنسقوا الجميع. هذه ثاني زياره عندنا في اطار الانشطه، كنا جينا في حفل خاص بالنزيلات، كذلك نسقنا مع مديريه السجون في تحسين المكتبه اللي عندهم مكتبه داخليه، وفرنا لهم كذلك جهاز ديال العرض داتا شو باش كذلك النزلاء يستافدوا. كنحاولوا كذلك نكونوا معاهم بعض ورشات الفنون والرسم، وفي هذا الشهر الفضيل قلنا عملنا جوج انشطه معاهم. حنا دائما كنمدوا يدنا وكننتظروهم. جماعه اصيله كذلك كتقوم بهذا الشيء بصدر رحب، وهذا الدور ديالنا ان شاء الله. اولا السلام عليكم. ومباراه يعني مع فريق شباب اصيله، انا كنت احد اللاعبين، يعني كانت مباراه شيقه جدا، مباراه كانت في اجواء شيقه ومثيره من ناحيه اللاعب، من ناحيه الجمهور، للجنه المنظمه، ايضا فريق اصيله يعني واحد الفريق اللي هو رائع، تحيه ليهم. وكنبغي نقول لهم شكرا بزاف تجيتوا معنا وشكرا جزيلا. حقيقة بالنسبة لهاد الزيارات اللي كيجيو عندنا من ناحية الإفطار ولا فريق الشباب الأصيلة فريق اتحاد طنجة، يعني واحد إضافة ليا جيدة بزاف. يعني الحقيقة كنكونوا واحد في رمضان يعني بعدين الوالدين ديالنا بعدين لنا بزاف، يعني هادشي كيفرحنا بزاف حقيقة. يعني كنقول نشكرهم بزاف، كنقول لهم حاولوا في ما كان شي وقت خاوي عندكم تجيو عندنا. شكرا بزاف. العمر ديالي 19 سنة، حاليا أدرس بمادة القانون اس 2 مادة القانون الخاص بجامعة عبد الملك السعدي. بالنسبه للدراسه في السجن يعني موفرين حقيقه كل شيء، لا من ناحيه بوليكوبات، لا من ناحيه الكتب، لا من ناحيه الدروس، لا من ناحيه الاجواء ديال الدراسه. الحمد لله كل شيء موفر، يعني الاداره ما مقصرش في حقها. السلام عليكم، معكم طارق متيوي لاعب فئه الشبان اتحاد طنجه. كانت اجواء ممتازه، مباراه دازت في اجواء اخويه مع الاخوان ديالنا الله يطلق سراحهم، ونتمنوا من الله يكون الفرج ديالهم قريب. السلام عليكم، معكم يوسف الصبري لاعب فئة اتحاد طنجة الشبان. أجواء دازت مزيانة رائعة حماسية،
جينا فوجنا على سجناء الله يطلق سراحهم. كنز الدراري قدنا وكل واحد قدرته الظروف ديالو يكون هنايا الله يجعلهم شي تاويل خير ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.